هي ذيك الانتخابات صار فيها نفس طائفي، ما أدري إذا بيسوونها المرة ولا لا، بس أنا ماني، أنا لست النقيض لأي طرح طائفي، يعني أنا لا أطرح طرح طائفي لا سني ولا شيعي، بل أنا بالمنتصف. بتحاربني على شنو؟ أنا أعتقد الحرب كانت موجهة للأخوي يمكن هشام كونه يمثل المكون الشيعي. أنا حربت الظاهر إرث، الاسم غير مرغوب فيه بالأوساط، ولا أقول كلهم،